دائما للحدث اللي بيشغل الرأي العام في هذا الموسم الثانوية العامة. النهاردة بتعلن وزارة التعليم العالي نتيجة التنسيق بتاعة المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد لسنة 2022. موقع التنسيق الإلكتروني أغلق زي ما احنا اتفقنا، باب التسجيل بتاعه وتعديل رغبات الطلاب اتقفل في تمام الساعة 7 يوم الثلاث. فاكرين لما كنا بنقول اتمدت يوم، كان هيقفل يوم الاثنين، قفل الساعة 7 يوم الثلاث امبارح يعني. ده بعد ما تم وبعد كده تم فتح باب التسجيل بإذن الله من بكرة يوم الخميس 11 أغسطس. طيب آسف، احنا تم الفتح باب التسجيل كان 11 أغسطس واتقفل الثلاث. ياه، يعني احنا النهاردة كده كام؟ احنا النهاردة 17، يعني اتقفل يوم 16 صح يا ولاد؟ يدوب. على العموم خلونا نحاول نفهم أكتر على ما بعد غلق باب التسجيل في التنسيق للسنة دي 2022 مرحلته الأولى تحديدا. دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي، أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير سيادة النائب، تحياتي لحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله تمام. طمنا على التنسيق يا دكتور، في كام واحد نقدر نقول دخلوا وسجلوا بالفعل على الموقع حتى 7 مساء من مساء أمس؟ يعني احنا حضرتك النهاردة المعالي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور عقب انتهاء مكتب التنسيق من أعماله في 7 مساء أمس واجتماع اللجنة العليا للتنسيق وانتهاء عمل التحليل الإحصائي، أعلن سيادته في مؤتمر صحفي اليوم كافة النتائج المرتبطة بالمرحلة الأولى للتنسيق. إجمالي الطلاب بكافة الشعب اللي تم تنسيقهم خلال المرحلة الأولى 117,000 طالب، 198 116,000 منهم كان في، طبعا تم ترشيحهم لكليات جامعية والعدد الأكبر، وعدد فقط حوالي 634 تم ترشيحهم لمعاهد تابعة للوزارة باختيارات الطلاب. عظيم. لو حضرتك قراءة سريعة اللي أشار ليها سيادة الوزير في المؤتمر الصحفي اليوم، كليات القطاع الطبي طب وطب الأسنان فروق طفيفة جدا للغاية. المؤشرات العامة للقبول في المرحلة الأولى تتقارب جدا مع نتائج العام الماضي. نفس الحكاية بالنسبة لكليات القطاع الأدبي، تكاد تكون متوافقة مع نتائج التنسيق للعام الماضي. لا تزال هناك عدد من الكليات الشاغرة للمرحلة الثانية لطلاب الشعب الثلاث، الرياضيات وعلم العلوم، وأيضا طلاب الشعب الأدبية في المرحلة الثانية. إن شاء الله صباح باكر في 9 صباحا سيبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني المرحلة الثانية ولمدة 5 أيام بنفس النظام اللي تم خلال المرحلة الأولى. حلو جدا. طب اتفضل. معلش يا دكتور بقطعك، احنا بس محتاجين تفكرنا بالارقام بتاعه السنه اللي فاتت، كانت تقريبا قافله مرحله اولى على كام؟ يعني احنا كنا بنتكلم في المرحله الاولى سواء بالنسبه للشعب العلميه ربما فارق حوالي 2% لشعبه الرياضيات، لكن تقريبا درجات البشري والاسنان والعلاج الطبيعي والصيدله متقاربه. ده بالنسبة، احنا بالنسبة للمرحلة الثانية ان شاء الله، المرحلة الثانية بالشعب الثلاث اللي هيقدم لها حوالي 270,000 طالب، بنتكلم في الحد الأدنى 60% للشعبة العلمية و 58% بالنسبة للشعبة الأدبية. ده طبعا يعني العدد الأضخم بالنسبة لنا في هذه المرحلة. انا بدعو كل الطلاب ان شاء الله بدأ من 9 الصباح باكر ان الطالب يتعرف على كافه الكليات المتاحه اليه في هذه المرحله، يعني ما يتعجلش، قدامه فرصه للتروي، قدامه فرصه للتشاور. اذا الطالب نسق رغباته وحب فرصه اخرى لتعديل الرغبات ما فيش مشكله على الاطلاق، الفرصه لا تزال متاحه لمده 5 أيام اذا ما رغب الطالب في تعديل رغباته. هل من الموارد فتح المجال يوم زيادة زي المرحلة الأولى برضو ولا؟ يعني ربما ده سابق لأوانه، وإن احنا حضرتك بنقرر يعني إذا بنعرض على السيد الوزير في اليوم الأخير للتنسيق عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم، وإذا ما كان الأمر يستدعي مد فترة أخرى من عدمه وفقا للقراءة الإحصائية
لعدد الطلاب اللي دخلوا على مكتب التنسيق ونسقوا رغباتهم. عظيم جدا. طيب هل هيبقى في مرحله ثالثه كما جرت العاده ولا ممكن ان تتوقف عند بالتاكيد حضرتك في مرحله ثالثه بعد انتهاء المرحله الثانيه، ودي مرحله تمتد من حيث الوقت حتى ينتهي طلاب الدور الثاني في الثانويه العامه من امتحاناتهم وظهور نتائجهم، هؤلاء الطلاب بينضموا ايضا للمرحله الثالثه. اسمح لي حضرتك استغل الفرصه ان احنا جالنا استفسارات كثيره على الصفحه الرسميه لوزاره التعليم العالي، اولياء امور طلاب الشهادات العربيه والاجنبيه بيسالوا عن موعد تنسيق ابنائهم. احنا بنطمنهم السيد الوزير اعلن اليوم ان يوم السبت القادم ان شاء الله 20 اغسطس على الطلاب التوجه الى مكتب التنسيق الرئيسي بملفاتهم كامله الى مكتب التنسيق الرئيسي في جامعه عين شمس لمراجعتهم من قبل المختصين والحصول على الرقم السري اللي من خلاله هيتم التنسيق الالكتروني. وايضا فرع المكتب في الاسكندريه وفرع المكتب في اسيوط هيفتح ابوابه امام الطلاب اللي هم من الوجهين القبلي والبحري يتوجهوا للاسكندريه واسيوط عشان يقدموا اوراقهم وشهاداتهم باذن الله. وبنطمن الطلاب اللي شهاداتهم بتتاخر بعض الشيء، شهادات بعض الشهادات الاجنبيه بتتاخر بعض الشيء والشهادات العربيه لا يقلقوا اطلاقا، اماكنهم محفوظه. وبنطمن ايضا جالنا على استفسارات الصفحه الرسميه لوزاره التعليم العالي بعض الطلاب متخوفين اذا ما حصلوا على درجات وتم تصحيح درجاتهم من قبل وزاره التربيه والتعليم، هل هنحتفظ لهم بحقهم في التنسيق وسوف يتم تنسيقهم على درجاتهم؟ الإجابة نعم، لا داعي للقلق على الإطلاق، كل طالب سينسق على الدرجة إذا ما عدلت له، سنحتفظ له برغبته في التنسيق طالما الدرجة الجديدة حققت لها هذه الرغبة. يعني معمول حسابهم وحساب أماكنهم، أماكنهم محفوظة في حال إنه هم يبقوا مؤهلين ليها بإذن الله. بالظبط. طيب ده رائع جدا. إيه تاني أبرز الاستفسارات اللي كانت بترد على الصفحة دكتور عادل؟ يعني من الاستفسارات الحقيقة اللي كانت جاية لنا النهاردة بعد إعلان النتيجة في المرحلة الأولى، بعض الطلاب اهتموا بترتيب عدد من الرغبات، 10 رغبات 15 رغبة، وكان واثق إن هتجيله هذه الرغبة، فلم يتعامل بجدية مع باقي الرغبات ال 75. بننصح كل الطلاب تعامل مع الرغبة 75 بمنتهى الجدية مثل الرغبة الأولى. صح. بعد للأسف الشديد درجاتهم في إطار المنافسة بينهم وبين زملائهم لم تتحقق لهم في، فجالهم طبعا بعض الرغبات 70 أو 74 أو 73 بعيدة عنهم جغرافيا، وهيدخل بعد كده في تقليل الاغتراب، ربما في تقليل الاغتراب يصبح له حق أو لا يصبح له حق، وده نتيجة إن احنا أعلننا مرارا وتكرارا في فيديوهات وإنفوجرافات وسين وجيم ومرشد تحليلي على الجدية في التعامل مع ترتيب الرغبات. الطالب يعني حجم المنافسة بينه وبين زملائه كبير، وبالتالي ما يقدرش يضمن أي رغبة من الرغبات اللي يعني يود الوصول إليها. الحاجة الثانية برضو من استفسارات حضرتك، بعض الطلاب كان لديهم رغبة في الالتحاق بكلية معينة، رتب هذه الكلية في 10 جامعات وكان على ضمان أن هتجيله أي كلية، ثم فوجئ أنه يعني التنسيق ودى إلى كلية أخرى. قلنا أن من المهم أن الطالب طالما عايز كلية معينة يكتب هذه الكلية في كافة الجامعات طالما متاح في هذا التخصص. بالتأكيد هيبدأ بالمنطقة الجغرافية ألف، ده إجباري، ينتقل إلى المنطقة الجغرافية به وده إجباري، ثم ينتقل إلى المنطقة الجغرافية جيم. المهم يسجل كافة الكليات. صح. يسهل عليه بعد ذلك أنه يدخل في التقليل الجغرافي، وحتى في تقليل الاغتراب إن لم يكن له نصيب يستطيع الطالب في سنة تانية جامعة أن هو يحول إلى الجامعة التي يود التحويل إليها الأقرب منه جغرافيا في العام الدراسي الجامعي التاني. المهم التعامل بجدية مع الرغبات الخمسة وسبعين. طب هنا ممكن يبرز برضو سؤال دكتور عادل على الطالبات بالتحديد، يعني لو طالبة فتاة ولقت ان هي رايحة كلية في جامعة بعيدة كل البعد عن نطاقها الجغرافي، هل بيبقى لها معاملة تفضيلية في الحالة دي؟ يعني الصبيان يقدروا يستحملوا بطبيعة الحال يعني؟ يعني احنا حضرتك تقليل الاغتراب عندنا نمطين، اما ان الطالب بشكل عام بيطلب الاقتراب من المحافظة اللي ساكن فيها في كلية مناظرة، يعني من طب إلى طب،
او في كليه غير مناظره شريطه ان الكليه اللي عايز يحول لها في محافظته تكون اقل في المجموع. التنسيق الالكتروني لا يتعامل يعني للاسف هو يتعامل مع ارقام طبعا، يتعامل مع درجات فلا يفرق بين طالب وطالب ولا يفرق بين ساكن هنا او هناك، ولكنه يتعامل مع درجات ومع مناطق جغرافيه. وهذا هو يعني كل النظام بباله مزاياه وباله كذا. هل ممكن الطالبات يقدموا زي تظلم او طلب؟ تقدم حضرتك، ما فيش عندنا تحويل ورقي، انتهت هذه المساله في وزاره التعليم العالي واصبح السيستم رقمي بشكل كامل في مساله القبول بالجامعات، ولا يوجد على مستوى الجمهوريه تحويل بملف ورقي في السنه الاولى بالجامعه. الطالب اذا عايز يحول عنده تقليل الاغتراب، وده بيتم بشكل الكتروني. ملوش نصيب في التحويل في السنه الاولى، يشد حيله ويعمل تقدير وينجح، وبيبقى في سنتين يبقى كده متاح التحويل بين الجامعات، وده بتكون بين الجامعه والجامعه وفقا للشروط اللي بتحددها كل جامعه. طب انا هنا دكتور هستأذن في ان احنا نختلف حبه، يعني الوضع عموما في مصر تحديدا اجتماعيا وتقليديا، من حيث هنا كلمة التقاليد، أظن إنه إحنا اللي عملنا السيستم فإحنا اللي نعدله. ليه ما نعملش ميزة تفضيلية للفتيات عند هذه الأمور تحديدا؟ يعني خلينا أوضح لحضرتك إن منظومة التعليم العالي في مصر ضاعت هذه الملحوظة خلال السنوات الأخيرة، والحقيقة تعاملت معها الدولة بمنتهى الجدية. والدولة ضخت استثمارات ضخمة، عشان كده حضرتك لم يصبح الوضع الآن كما كان الحال من قبل. كويس حضرتك يا استاذ يوسف لما تشوف منظومه التعليم العالي تغطي جميع بقاع الجمهوريه. كويس. حتى الكليات الجديده، نظرنا الى المحافظات الحدوديه، الوادي الجديد فيها كليه طب بشري، الوادي الجديد. لما اتكلم على اقصى الشرق في جامعه العريش، النهارده بدات كليه الطب في جامعه العريش، ودي حاجه يعني من شيء مهم جدا ان تضيف هذه الخدمه الطبيه للمستشفيات الجامعيه، من دور مهم جدا ليس فقط في التعليم ولكن في الخدمات الصحيه والعلاجيه. الدوله لما بيقول لحضرتك النهارده احنا اقتربنا من حيز ال 100 جامعه، اقتربنا من المستوى الدولي، وبالتالي هناك طفره غير مسبوقه في هذه المنظومه على مستوى عدد الجامعات. يجي حضرتك تتكلم على الجامعات الحكوميه 27 495 كليه، لم يعد الامر كما كان من قبل. اتكلم على منظومه جامعات اهليه، النهارده في 1 اكتوبر القادم 12 جامعه اهليه جديده و7 جامعات تكنولوجيه على مستوى الجمهوريه في مناطقها الجغرافيه المختلفه يمتد فيها التعليم. قيمه ده ايه بالنسبه للطالبات وبالنسبه للطلاب؟ مساله الاغتراب مقارنه بسنوات مضت لم تعد مشكله جوهريه، وده خفف الضغط على المدن الجامعيه، خفف الزحام في المواصلات، خفف الأعباء على أولياء الأمور، خفف الجهد البدني بالنسبة على الطلاب والطالبات. لما نشرت الدولة هذه المنظومة التعليمية الضخمة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من الشمال إلى الجنوب، ده أحدث حالة من التنوع. يعني حضرتك ما أصبحش عندنا تخصص علمي في ندرة في الأماكن، ما هو دكتور لان احنا بنحط كله، معلش اسمح لي برضو في المقاطعه، احنا حاطين كله في سله واحد، ولا هي ما تنفعش تبقى كلها في سله واحد، لانه مصاريف الجامعه الاهليه غير مصاريف الجامعه الحكوميه، وبالتالي انا لازم ما احطش الاثنين على نفس التصنيف. طريقه القبول في الجامعه الاهليه غير طريقه القبول في الجامعه الحكوميه، دي بتبقى تنسيق بس، ودي بتبقى تنسيق ومقابله شخصيه واختبارات قدرات وما الى ذلك. هنا مصاريفها حاجه ببلاش كده زي ما بنقول كده بالمصري الفصيح، ودي مصاريفها اعلى حبتين. فالمساله هنا اصل مش كل الطلبات هيبقوا عاوزين ينقلوا، بس لو افترضنا انه في مثلا طالبه من دمياط التنسيق وداها طب الوادي الجديد، طب دي هتروح الكليه ازاي؟ ده احنا حضرتك عندنا كان سيد الوزير زار محافظه الوادي الجديد من حوالي شهرين، عقب المجلس الاعلى للجامعات، وزار كليه الطب الحقيقه في جامعه الوادي الجديد، هتبقى عظيمه وعلى اعلى مستوى، مش مختلفين. انا بتكلم على المساله بتاعه اعراف وتقاليد وحدوته كبيره، انا مع انها تتطور ومع انها نحاول ان نغير فيها قدر الامكان، لكن في نفس الوقت يعني نقدر نغير بالتدريج. يعني انا مش عايزين نبقى ليا خبط لزق كده. لا لا لا، وانا بس بطبل حضرتك ان احنا ما اصبحش عندنا تخصص علمي الا وكل منطقه جغرافيه. لما تمسك حتى خط الصعيد مثلا، اي تخصص علمي
أو الوجه البحري أو مدن القناة أو القاهرة الكبرى، تمام؟ كافة التخصصات العلمية تدور في ذات المنطقة الجغرافية، كله متواجد عندنا. سواء بنتكلم على حضرتك على توزيع 490 كلية، أوكي، لما احنا حضرتك حتى في إنشاءات الجامعات الجديدة على مستوى الكليات الجديدة في الجامعات الحكومية وعلى منظومة الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية، بننظر لخريطة مصر والخريطة السكانية والتوزيع السكاني والفئات العمرية والفئات التي تحتاج إلى نوع معين من التعليم وبعض التخصصات، وده اللي ساعد كل حضرتك في حركة التنوع اللي تشهدها المنظومة حاليا وتوزيع التخصصات العلمية المختلفة على كل المناطق الجغرافية، لأنه الجامعة مش بس تنوير ومش بس تعليم، الجامعة تنمية حقيقية وتنمية عمرانية وتنمية مستدامة. فالدولة تنظر إلى الجامعات من هذا المنظور. يعني لما أنظر حضرتك على سبيل المثال واحدة من الجامعات في منطقة الطور في جنوب سيناء، ليست فقط للتعليم والتنوير ولكن للتنمية بالأساس، تمام؟ ولما نتكلم على رأس سدر نفس الحكاية، للتنمية بمفهومها الشامل. لما نتكلم عن حضبة الجلالة، لما نتكلم عن العلمين، فالدولة تنظر للجامعات باعتبارها منظومة شاملة للتنمية المستدامة، وبالتأكيد بتساعد كل أجهزة الدولة كزراع فني واستشاري وتدريبي. بإذن الله نتمنى ليكم كل ما هو أفضل بإذن الله ومن أفضل إلى أفضل. أشكرك جدا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي.